بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية. في هذه الفقرة إن شاء الله سنستكمل مع سيباستيان الذي يستعد كما رأينا فيما سبق لاستقبال السيد سوزوكي. في هذه الفقرة سنرى سيباستيان يذهب إلى المطار من أجل استقبال السيد سوزوكي. إذن سيباستيان أتون مسيو سوزوكي على الأيروبور. سيباستيان أتون مسيو سوزوكي على الأيروبور. إذن سيباستيان ينتظر مسيو سوزوكي السيد سوزوكي على الأيروبور. في المطار une jeune femme s'approche et s'adresse à lui. Une jeune femme s'approche et s'adresse à lui. Une jeune femme. سيدة شابة s'approche. تقترب. عندنا الفعل s'approcher. كأن الشخص يقرب نفسه. إذا نقول تقترب. السيدة تقترب. Et s'adresse à lui. ثم تتوجه له. Et s'adresse à lui. ثم تتوجه له. لادغيس المقصود بها العنوان. لادغيس المقصود بها العنوان. كأننا نتكلم عن مكان نتوجه له. كما نتكلم عن مكان مخصوص نتوجه له. إذن هنا une jeune femme s'approche et s'adresse à lui. إذن سيدة شابة s'approche أنها تقترب. لو فيرب approcher المقصود به أنك أنت تقرب شيئا. هنا الشخص يقرب نفسه بما معناه أنه يقترب. Une jeune femme s'approche, إذن سيدة شابة تقترب, et s'adresse à lui, ثم تتوجه له. المقصود أنها تتوجه له بالكلام. Mademoiselle Suzuki, إذن أكيد أنها من نفس العائلة. Mademoiselle Suzuki, vous êtes Sébastien Legendre. أنت السيد Sébastien Legendre. ثم يقول Sébastien, oh oui, c'est moi. Oh oui, c'est moi. إذن هو كان ينتظر أن يكلمه سيد رجل، فإذا به يفاجأ بسيدة هي التي تكلمه. طبعا هو يفاجأ على عكس المتوقع بسيدة تكلمه، طبعا سيجيبها بشيء من التعجب وعلامة الاستفهام. إذن سيقول أوي أوي سيموا، نعم سيموا، إنه أنا. C'est moi Sébastien Legendre. C'est moi Sébastien Legendre. Anna Sayed Sébastien Legendre. Ou bien, oh oui, c'est moi. Oh oui, c'est moi. Ah, n'aim, innau Anna. Tu me t'as dit Anissa Suzuki, Mademoiselle Suzuki t'a dit. Bonjour Monsieur Legendre. Yom Sayed Sayed Legendre. Je suis Suzuki Mayu, de Suzuki Corporation. Je suis Suzuki Mayu, de Suzuki Corporation. Bonjour Monsieur Legendre. Bonjour Monsieur Legendre, je suis Suzuki Mayu de Suzuki Corporation. Je suis Suzuki Mayu de Suzuki Corporation. إذن أنا سيدة Suzuki Mayu de Suzuki Corporation من اتحاد سوزوكي. من اتحاد سوزوكي. المقصود من طرف اتحاد سوزوكي. المقصود من طرف اتحاد سوزوكي. Bonjour Monsieur Legendre, je suis Suzuki Mayu de Suzuki Corporation. أنا Suzuki Mayu de Suzuki Corporation. من طرف اتحاد سوزوكي. ثم يقول سيباستيان بون بونجور جو ماتوندي ا رونكونتري. بون بونجور جو ماتوندي ا رونكونتري. جيد يوم سعيد. جو ماتوندي ا رونكونتري. جو ماتوندي يعني انا كنت انتظر. سي لو فيرب ساتوند. جو ماتوندي جو ماتوندي انا كنت انتظر. سي لو فيرب ساتوند انا انتظر بنفسي كما نقول. جو ماتوندي ا رونكونتري انا كنت انتظر للقاء. يريد إكمال مسيو سوزوكي فأكملت الكلام طبعا كما نرى مادموزيل سوزوكي. سيباستيان يقول بون بونجور جو ماتوندي ا رونكونتري. جيد يوم سعيد. جو ماتوندي ا رونكونتري أنا كنت أنتظر لقاء. طبعا هو يريد إكمال مسيو سوزوكي فتستدرك الآنسة سوزوكي فتقول مادموزيل سوزوكي مسيو سوزوكي مسيو سوزوكي السيد سوزوكي. إذن هي كأنها تؤكد له ما كان ينتظره. مسيو سوزوكي السيد سوزوكي هو الذي كنت تنتظر. إلى دو أنيولي سون فواياج. إلى دو أنيولي سون فواياج هو ألغى رحلته. إلى دو أنيولي سون فواياج. إلى دو أنيولي سون فواياج إذن هو ألغى رحلته. Vous n'avez pas été prévenu. Vous n'avez pas été prévenu. أنت لم تخبر بهذا. Vous n'avez pas été prévenu. أنت لم تخبر بهذا من قبل. أنت لم تخبر من قبل بهذا. طبعا عندنا لو فيرب بريفونير
عندنا لو فيرب بريفونير يعني انك تخبر مسبقا. لو فيرب بريفونير المقصود به انك تعلم وتخبر مسبقا. من ضمن معاني انك تعلم وتخبر وتنذر الى اخره مسبقا. اذا نتكلم عن لو فيرب بريفونير. اذا مسيو سوزوكي الى دي انيلي سون فواياج فو نافي با ايتي بريفوني، انت لم تخبر من قبل. يقول سيباستيان نو اون فا جو ماتوندي ا افوار مسيو جوني سيغو سوزوكي. نو المقصود انني لم اخبر. نو لا اون فا جو ماتوندي ا افوار مسيو جوني سيغو سوزوكي. اذا اون فا وفي النهايه جو ماتوندي انا انتظر ا افوار مسيو جوني سيغو سوزوكي ا افوار ليكون لي مسيو جوني سيغو سوزوكي ليكون لي السيد جوني سيغو سوزوكي. نو اون فا وفي النهايه جو ماتوندي ا افوار مسيو جوني سيغو سوزوكي. انا كنت انتظر ان يكون لي السيد جوني سيغو سوزوكي. فاذا بالان امام امراه، هذا هو المقصود هنا. سيباستيان نو اون فا جو ماتوندي ا افوار مسيو جوني سيغو سوزوكي. اذا تقول الان لسا مادموزيل سوزوكي الى ان امبيشمون دو ديرنيير مينوت. J'espère que cela ne changera pas votre organisation. Eden, il a eu un empêchement de dernière minute. Il a eu un empêchement de dernière minute. Wakana indao manir de dernière minute. Li akhir daqiqa. Al maqsoud fi akhir lahda. Eden, wakana yanwi al maji', huwa aidan kana yurattib li hadhihi al ziyara. فإذا بمانع يمنعه في آخر لحظة. Il a eu un empêchement de dernière minute. Il a eu un empêchement de dernière minute. إذا نتكلم عن empêchement، هذا يذكرنا بفعل empêcher. Empêcher quelqu'un de faire quelque chose، يعني أنك تمنع شخصا من فعل شيء. Empêcher quelqu'un de faire quelque chose، يعني أنك تمنع شخصا من فعل شيء. إذا هنا نتكلم عن empêchement. يعني المانع. Il a eu un empêchement de dernière minute. إذا هو كان عنده مانع لآخر دقيقة. إذا المقصود أنه كان عنده مانع في آخر لحظة. J'espère. أنا آمل. C'est le verbe espérer. إذا j'espère. أنا آمل que cela بأن هذا ne changera pas votre organisation. إذا أنا آمل بمعنى آخر أتمنى بأن هذا التغيير ne changera pas votre organisation. لن يغير في المستقبل. نتكلم عن لو فيرب شونجي او فيتور سامبل. نتكلم عن لو فيرب شونجي يعني غير مصرف في المستقبل. اذا جيسبر كو سولا نو شونجرا با فوتر اورغانيزاسيون. انا امل بان هذا سولا المقصود بها سو شونجمون. اذا المقصود بهذا التغيير جيسبر كو سولا انا امل بان هذا نو شونجرا با فوتر اورغانيزاسيون. بأن هذا لن يغير من ترتيباتك أو تنظيماتك بمعنى آخر. إذا نتكلم عن الأورغانيزاسيون يعني التنظيم الترتيب ومنها المنظمة. نتكلم مثلا عن أورغانيزاسيون مونديال. إذا نتكلم عن منظمة عالمية ومنها فعل أورغانيزي يعني أنك تنظم. إذا كما قالت مادموزيل سوزوكي إلى يو أن أمبيشمون دو ديرنيير مينوت. جيسبيغ كو سولا نو شونجرا با فوتر أورغانيزاسيون. إذن أنا آمل بأن هذا لن يغير من ترتيباتك. سيباستيا يقول ماذا؟ مي با دي تو. ولكن ليس بالمرة، ليس بالكل. المقصود بأن هذا لن يغير من ترتيباتي ولا يؤثر علي. مي با دي تو. لا ولكن ليس بالكل. جو سوي تريز اورو. أنا جد فرح. دو فار فوتر كونيسونس. بأن أفعل معرفتك. المقصود أنني فرح بمعرفتك. Je suis très heureux. أنا جد فرح. طبعا في المؤنث نقول Je suis très heureuse. أنا جد فرحة. Je suis très heureux. أنا جد فرح. De faire votre connaissance. بأن أفعل معرفتكم. المقصود أنني جد فرح بمعرفتكم. Avez-vous fait bon voyage. أنتم فعلتم رحلة جيدة. Avez-vous fait bon voyage. أنتم فعلتم رحلة جيدة. المقصود هل أنتم فعلتم رحلة جيدة؟ Avez-vous fait bon voyage? Est-ce que vous faites un bon voyage? Avez-vous fait bon voyage? هل أنت فعلت رحلة جيدة؟ مادموزيل سوزوكي الأنسة سوزوكي Oui,
Tout s'est très bien passé. Oui, tout s'est très bien passé. Oui, tout s'est très bien passé. إذن هنا عندنا oui, نعم. Tout s'est très bien passé. Tout s'est passé. Tout s'est passé يعني أن الكل مضى. Tout s'est passé. الكل مضى. مثلا نتكلم عن هذه الرحلة أنها مضت كلها. Tout s'est passé. عندنا الـ verb s'est passé يعني أنه مضى. Tout s'est passé يعني أن الكل مضى. ثم نضيف لها هاد بيان. Tout s'est bien passé يعني أن الكل مضى جيدا. Tout s'est bien passé. ثم نضيف لها تخي فنقول Tout s'est très bien passé يعني أن الكل مضى ليس فقط جيدا بل جيدا جدا. Tout s'est très bien passé يعني أن الكل نتكلم عن كل هذه الرحلة. C'est très bien passé يعني أن مضت ليست فقط أن مضت بشكل جيد بل بشكل جيد جدا. إذن الرحلة مضت بشكل جيد جدا. Oui, tout s'est très bien passé. نعم الكل مضى بشكل جيد جدا. Tout s'est très bien passé. يقول سيباستيان laissez-moi porter vos affaires. Laissez-moi porter vos affaires. Laissez المقصود بها ترك. Laissez المقصود بها فعل laissez المقصود به ترك. Laissez-moi porter vos affaires. Laissez-moi porter vos affaires. اتركوني. طبعا هو يتكلم معها بصفة الاحترام، يتكلم معها بصفة الجمع. Laissez-moi porter. Laissez-moi porter vos affaires. اتركوني أحمل vos affaires أغراضكم. اتركوني أحمل أغراضكم. Laissez-moi porter vos affaires. اتركوني أحمل أغراضكم. Nous allons prendre un taxi. نحن سنأخذ تاكسي. Nous allons prendre un taxi. Qui va nous conduire à votre hôtel. Nous allons prendre un taxi qui va nous conduire à votre hôtel. نحن سنأخذ taxi qui va nous conduire qui va nous conduire الذي سيسوقنا إن صح التعبير à votre hôtel إلى فندقكم. المقصود أنه سيقودنا إلى الفندق الذي ستقيمنا فيه. إذن يقول سيباستيان laissez-moi porter vos affaires. اتركوني أحمل أغراضكم. Nous allons prendre un taxi qui va nous conduire à votre hôtel. هنا عندنا le verbe conduire. Conduire une voiture, يعني أنك تقود سيارة. Conduire une voiture, يعني أنك تقود سيارة. في البريزون مثلا، في الحاضر، je conduis une voiture, أنا أسوق سيارة. Tu conduis une voiture, أنت تسوق سيارة أو أنت تسوقين السيارة. Il conduit une voiture, هو يسوق سيارة. Nous conduisons une voiture. نحن نسوق سيارة. Vous conduisez une voiture. أنتم تسوقون السيارة. Ils conduisent une voiture. هم يسوقون السيارة. طبعا في الباسي كومبوزي في الماضي نقول J'ai conduit une voiture. أنا سوقت سيارة. Tu as conduit une voiture. أنت أو أنت سوقت أو سوقت السيارة في الماضي. Il a conduit une voiture. هو ساق السيارة في الماضي. Nous avons conduit. Vous avez conduit. Ils ont conduit. Vous avez conduit, أنتم سقتم. Ils ont conduit, هم ساقوا. إذن طبعا نتكلم على الverb conduire ولكن حنا تنصرفوه على حسب الزمن الذي نريده. عندما نتكلم عن conduire une voiture إذن نتكلم عن ساق السيارة ولكن حنا تنصرفوه على حسب الزمن الذي نريده. طبعا عندنا في النص هنا qui va nous conduire. qui va nous conduire الذي سيسوقنا. طبعا عندنا الverb conduire ما نصرفش. علاش؟ لماذا؟ لأنه أتى بعد فعل آخر مباشرة حتى ولو كان تدنو. هو في الحقيقة هنا كي فا كوندوير. عندنا هنا أن تاكسي كي فا كوندوير. إذن هذا هو الأصل. تاكسي سيسوق. من حيث الأصل ومن حيث الكتابة الفعل هنا الثاني نتكلم عن لو فيرب كوندوير أنه لن يصرف. لماذا؟ لأنه أتى مباشرة بعد فعل آخر. طبعا هذه حالة من مجموعة حالات لا يصرف فيها الفعل في اللغة الفرنسية. إذن طبعا الفعل الذي أتى بعده غير هي هذه الحالة اللي عندنا هنا هي تدخل في تركيبة تهم واحد الزمن التي تسمى لو فيتور بروش. نتكلم عن لو فيتور بروش كما نتكلم عن المستقبل القريب. إذن عندما قال سيباستيان أن تاكسي كي فانو كوندوير. إذن عندما قال سيباستيان أن تاكسي كي فانو كوندوير
إذا نتكلم عن تاكسي الذي سيقودنا قريبا، الذي سيقودنا قريبا افوت هوتيل الى فندقكم. اذا طبعا عندنا هنا فا كوندوير، عندنا الي ثم عندنا لو فيرب كوندوير اتى بعده. اذا هذا يفيد ماذا؟ يفيد بان هاد كوندوير يعني القياده هي ستحصل بعد لحظات، هي ستحصل بعد لحظات، لذلك التركيبه تسمى لو فوتور بروش. اذا laissez-moi porter vos affaires. Nous allons prendre un taxi qui va nous conduire à votre hôtel. ثم تقول مادموزيل سوزوكي merci, شكرا. Tenez. يعني خذوا. طبعا عندنا لو فيرب تونير. تونير يعني أنك تأخذ باليد. تونير. لو فيرب تونير المقصود به أنك تأخذ باليد. طبعا أحيانا نقول لشخصين تيان يعني خذ. هنا عندنا توني. كما نقول خذوا. ثم يقول سيباستيان Vous n'avez pas d'autres bagages. أنت ليس لك أشياء أخرى. أليس لك أشياء أخرى. Vous n'avez pas d'autres bagages. أليس لك أغراض أخرى. فأحملها معك. Vous n'avez pas d'autres bagages. أليس لك أشياء أخرى. Mademoiselle Suzuki تقول Non, c'est tout ce que j'ai. لا، هذا كل ما لدي. C'est tout ce que j'ai. هذا كل ما لدي. C'est tout ce que j'ai. هذا كل ما لدي. إذا سيباس يقول Eh bien, allons-y. C'est par là. Eh bien, allons-y. إذا فلنذهب له. طبعا allons-y فلنذهب له. فلنذهب إلى مكان معين. هاد الصيغة بقات تتعني يلا نمشيو. إذا هاد الصيغة أصبحت تعني فلنذهب. Allons-y فلنذهب له. هاد إيكغيك تتعني واحد المكان ما بغيناش نذكروه، عوضنا بهاد إيكغيك. الون أليكول، إذا قلت مثلا الون أليكول فلنذهب إلى المدرسة. إذا ألونزي فلنذهب لها. هذا هو الأصل. طبعا عندنا هنا ألونزي أصبحت تعني فلنذهب. إذا إيبيان ألونزي، جيد فلنذهب. سي باغ لا، إنه من هنا. إذا هو يبين لها الطريق من حيث عليها أن تذهب. سي باغ لا، إنه من هنا. إذا المقصود فلنذهب من هذا المكان. سي باغ لا، إنه من هنا. إيبيان ألونزي، سي باغ لا، إنه من هنا. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.